نحن على مستوى عرض لعتاد فرقة التدخل الأولي التي تتدخل أثناء الكوارث الكبرى خاصة الكوارث الطبيعية. كما تعلمون خلال هذا النوع من التدخل الخاص يلزم له عتاد خاص للتدخل، عتاد خاص للبحث عن المفقودين، عتاد خاص للحفر وللوصول للمفقودين تحت الردوم. وكذلك خلال التدخلات يتم استعمال فرق متخصصة مثل فرقة التعرف والتدخل في الأماكن الوعرة وكذلك الفرقة السينو تقنية. الملازم بلزرك جمال قائد فرقة التعرف والتدخل في الأماكن الوعرة، ما يخفيكمش أن التدخلات تاعنا في أثناء الكوارث تكون مبرمجة ضمن الفرق التخصص. كاين مثال التخصص تاعنا وندخلوا تحت الأنقاض بوسائل خاصة وبتقنيات خاصة. من بين هذه التقنيات الخاصة أنه نستعمل وسادة الهوية تحت البنايات اللي تكون مهدمة. أثناء كذلك ما يخفيكم نستعمل ليفيرا باش نرفدوا اللي يكونوا لطال النظر لثقل الحجم تاعهم، ونستعملهم ونستعملوا منقذين مختصين يكونوا سبيسيالمون بور لي زانترفونسيون. هذا من ضمن هذه التدخلات كان وين يستدعونا فرقة التعرف والتدخل في الأماكن الوعرة إذا كان تدخل خاص بها، إذا وهذه الفرقة عندها عتاد ووسائل وتقنيات خاصة بها. من بين هذه الأماكن الوعرة اللي تدخل فيها الفرقة منها الآبار، عندنا الكهوف، عندنا المنحدرات، عندنا المغارات، عندنا الجبال. هذا البرنامج برعاية شركة بروتيليس لمواد التجميل. بروتيليس، الجمال للكل. زاير تيوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.